مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 2 Lesson 4 اليونت الثاني الدرس الرابع. عنوان الدرس Work or Play، العب أو اعمل. مبدئيا بالفقرة الأولى من كتاب الطالب يقول لي This is Lucy، هذه البنية اسمها لوسي أو لوسي فيشر. She is a star of a new TV comedy، هي نجمة في مسرحية تلفزيونية مضحكة جديدة. Some students are interviewing her، بعض الطلاب اللي وياها بالمدرسة دي يسوون وياها مقابلة أو دي يسألوها مجموعة أسئلة. Match the questions to the answers، طابق هذه الأسئلة اللي راح يسألون هي بالأجوبة اللي جاوبتهم لها. يعني هنا منطيني أسئلة الطلاب ومن ثم منطيني أجوبتها، لكن كل سؤال يناسب جواب معين من هذه الأجوبة. أريدك توصل السؤال المناسب بالجواب المناسب. شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال واحد من الطلاب سألها قالها How old are you؟ كم عمرك؟ فلازم تجاوب جواب مناسب لهذا السؤال. على سبيل المثال طبعا لاحظ هي هذه البنية اسمها لوسي فيشر، فمستحيل تقول لها 6 months، 6 أشهر، هذا جواب غير مناسب. I play the part of Samara، أنا ألعب دور سمارة، كذلك غير مناسبة. هو دي يسألها عن عمرها، قالت له I saw a poster at school، رأيت الملصق في المدرسة، كذلك غير مناسبة. I am 16، أنا 16 عام. نعم هذا أكثر خيار مناسب، أكثر جواب مناسب. فأوصل السؤال الأول بمن؟ يا نقطة، بنقطة دي أكتب أمامها دي. إذن واحد من يسألها قالها How old are you؟ قالت له I am 16، أنا عمري 16 عام. اللي بعدها What character do you play؟ ما الدور الذي تلعبيه؟ احنا اتفقنا انه هاي البنية مثلت بمسرحية تلفزيونية كوميدية، فهنا بده يسألها شنو الدور اللي لعبتيه بهاي المسرحية او بهاي المسلسل، فشنو المفروض تجاوبه؟ قالت له I play part of Samara، انا لعبت دور سمارة. هي اسمها لوسي لكن اسمها بداخل المسرحية او داخل هذا المسلسل اسمها سمارة. اذا النقطة الثانية جوابها B. اللي بعدها What kind of TV program is it؟ ما هو نوع kind معناها نوع، ما هو نوع البرنامج اللي أنت مثلت به، أو ما هو نوع المسرحية اللي مثلت بها أو المسلسل إلى آخره. الجواب شو الجواب؟ تقول له it's a comedy. إحنا أخذنا بالدروس السابقة أنواع المسرحيات أو أنواع الأفلام، عندنا comedy معناها مضحك، عندنا horror معناها رعب، عندنا adventure معناها مغامرة إلى آخره. فأنا تقول له هاي المسرحية اللي أنا مثلتها comedy. شنو معنى كوميدي؟ معناها مضحكة. اللي بعدها How did you get the part؟ كيف حصلتي على الدور؟ انت شلون عرفت انك مسرحية ورحتي حصلت الدور؟ شو تقول له؟ تقول له I saw a poster at school، رأيت إعلان ملصق بالمدرسة، قدمت عليه وبالتالي قبلوني بهذا الدور اللي راح أمثل به. الأخيرة How long did it take؟ كم استغرقت الأمر؟ كم استغرق أو تصوير المسلسل كم استغرق؟ 6 months، 6 أشهر. فأوصلها بالجواب المناسب لها. إذن هنا نعطيه مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأجوبة. طلاب هذا التمرين أو هذا النشاط نشاط بعض الشيء مهم. ليش؟ لأن ممكن يجيني يجيبني بالامتحان الوزاري على شكل وصل الأسئلة بالأجوبة المناسبة لها. إحنا تعودنا سابقا نأخذ كلمة بكلمة، فعل باسم، اسم باسم، اسماء مركبة. من الممكن بالوزاري أو من الممكن بالامتحان الشهري أو امتحان نصف السنة يجيبني على شكل وصل سؤال بجواب. فهنا أنا هم نفس الفكرة، تجيك السؤال الثالث فربي على شكل توصيل. فهذا الحلول أمامكم، حاولوا هم بما أنه راح تحفظون التوصيل، توصيل السؤال بالجواب، كذلك حاولوا تحفظون هذه الأسئلة، لأن بعد قليل يجي فيها نفس الأسئلة أو بعضهم مبعثرات ويطلب من عندنا رتبهم. فنلاحظ أنه لما راح نرتبهم راح تطلع لي نفس هذه الأسئلة اللي سألوها هي. فحاولوا بهذا النشاط ما تعبرون الدرس أو ما تعبرون الفقرة الثانية إلا أن تحافظين هذه الأسئلة والأجوبة المناسبة لها. بالفقرة الأولى هاي طبعا هنا يقول لك الفقرة الأولى اللي هي فقرة A، بعدها بالفقرة B شو يقول لي practicing the interview with your partner، نانا حاول إنه تتدرب أنت وزميلك على هذه المقابلة. فنانا الأستاذ راح يختار طلاب اثنين، طالب يمثل دور لوسي وطالب آخر يمثل دور هذا اللي بيسأل لوسي. فطالب يسأل وطالب يجاوب كنشاط صفي لتطوير مهارة التحدث أو التواصل. يعني بعدها write three more questions to ask Lucy، هذا شيء يطلب من عندك المدرس، يقول لك انه انت انطيني، لنفترض انه انت زميل لوسي بالمدرسه، اريدك تنطيني ثلاث اسئله تسالها لوسي ما سالوه اياه. مثلا اسالها اقول لها وردي يونيف، اين تسكنين؟
فلازم تجاوبنا على هذا الأساس. أسألها أسئلة جديدة ما سألوني إياها التلاميذ. اللي بعدها listen to the interview، استمع للمقابلة. Do the students ask any of your questions؟ شو معناه؟ يقول لك أنا نبطيك مقطع صوتي. أنت مو سألت لوسي أو مو اخترعت ثلاث أسئلة لوسي؟ هل هؤلاء الطلاب البقية هل سألوها أي سؤال من سألتها لوسي؟ يعني أنت الأسئلة عندي ثلاثة اللي سألتها لوسي. واحد من الطلاب اللي بالمقطع الصوتي استخدم نفس السؤال مالتك؟ هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي وامتحان الشفوي. إذا الفقرة الأولى المطلوب من عندكم أن تحفظون الأسئلة والأجوبة المناسبة لها. بالفقرة اللي بعدها شو يقول لي؟ يقول لي asking about the present and the past. احنا باليونت الأول أخذنا الـ present continuous والـ past continuous، الماضي المستمر والمضارع المستمر. بهذا اليونت راح ناخذ همين المضارع والماضي، لكن المضارع البسيط present simple and past simple الماضي البسيط. هذين الموضوعين أهم من النيش، يعني مبدئيا بالوزارة ذاك جاي فقط مرة واحدة، يعني الماضي المستمر والمضارع المستمر جاي فقط مرة واحدة بالامتحان الوزاري، لكن الماضي البسيط والمضارع البسيط جدا هو يتكرر بالامتحان الوزاري وبالكثير من الملاحظات. الآن راح نشرح إن شاء الله بالدقائق القادمة، خليكم ويانا. الآن مع موضوع قواعدي مهم جدا 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 بالامتحان الوزاري وامتحان الشهري وامتحان نصف السنة، اللي هو موضوع الـ present simple المضارع البسيط. أنتم من الخامس ابتدائي تقريبا ماخذين موضوع المضارع البسيط. إذا تذكرون بالخامس ابتدائي أخذتوا قطعة مستر هادي، بالسادس ابتدائي كذلك أخذتوه، بالأول الثاني متوسط وراح يستمر وياكم للسادس إعدادي. موضوع المضارع البسيط كل سنة تأخذوه، لكن كل سنة تأخذوه ملاحظات جديدة، يضيفون عليها ملاحظات جديدة. مبدئيا أغلبكم يعرف الفكرة العامة من المضارع البسيط، لكن إحنا الآن راح نشرح من الصفر وكأنه أنا ما عندي أي معلومة عن المضارع البسيط. شنو هو المضارع البسيط؟ حالة حال أي زمن. احنا اتفقنا باليونت الاول ان المضارع المستمر هو زمن يستخدم للتعبير عن احداث تحدث الان. لذلك ايش قلنا؟ قلنا اذا لقينا ناو معناها الان، اذا لقينا هاي الكلمه اقول ان الجمله مضارع مستمر. اذا عرفنا استخدام المضارع المستمر، وكذلك اخذنا الماضي المستمر هو عباره عن زمن يحدث في الماضي ويستمر لفتره معينه، حدث في الماضي واستمر لفتره معينه، واخذنا الدلائل مالته وشلون نتعامل وياه. اليوم موضوعنا المضارع البسيط. احنا لازم نعرف ان المضارع البسيط هو عبارة عن زمن، هو زمن يستخدم للتعبير. احفظوا يا طلاب لان هذه السطر هو اللي يخليك تميز هذا الزمن عن باقي الازمنة. هو زمن يستخدم للتعبير عن احداث روتينية ومتكررة. استاذ يعني شنو روتينية ومتكررة؟ أو حتى نستخدمه للتعبير عن حقائق علمية. أستاذ يعني شنو أحداث روتينية؟ شنو أحداث متكررة؟ شنو حقائق علمية؟ هسه نجي على الأحداث الروتينية. أحداث روتينية أما تحدث كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة إلى آخره. يعني على سبيل المثال أقول علي goes to school every day. علي يذهب إلى المدرسة كل يوم. بما أنه علي حدث ذهاب إلى المدرسة روتيني كل يومية يصير، إذن أعبر عنه باستخدام المضارع البسيط. بعد أني وعائلتي نروح بعطلة نهاية كل أسبوع إلى المتنزه، فأقول I go to the park with my family every weekend. أذهب إلى المتنزه كل أسبوع أو كل عطلة نهاية أسبوع مع عائلتي. هنا أنا عبرت عن حدث يحدث كل أسبوع روتيني. روتيني شنو يعني؟ يعني متكرر. الروتيني والمتكرر نفس الفكرة، أن يحدث أما كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عام إلى آخره. زين زين أستاذ شنو حقائق علمية؟ مثلا sun rises from east، الشمس تشرق من الشرق. هنا أنا عبرت، طبعا الشمس تشرق من الشرق هاي حقيقة علمية ثابتة، عبرت عن هذه الحقيقة العلمية باستخدام المضارع البسيط. بعد water boils at 100 centigrade، الماء يغلي ب 100 درجة مئوية، هذه حقيقة علمية ثابتة. إذا كانت حقيقة علمية ثابتة لازم نستخدم المضارع البسيط بالتعبير عنها. إذا عرفنا أن المضارع البسيط هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث روتينية ومتكررة أو حقائق علمية. لذلك إحنا تعودنا سابقا أن كل زمن عبيد مجموعة من الدلائل اللي تدل عليه. أستاذ شنو دلائل هذا الزمن؟ شنو يعني دلائل؟ يعني ذن الكلمات اللي إذا شفتهم بالجملة أقول الجملة مضارع بسيط، اللي إذا شفتهم بالجملة أقول ماضي بسيط. كل زمن ويا دلائل.
شنو دلائل المضارع البسيط؟ احفظوا يا طلاب هذين جدا مهمات، اللي هن ظروف التكرار اغلبكم يعرفها، اللي هن always. شنو معنى always؟ دائما، often، غالبا، usually، عادة، sometimes، بعض الأحيان، every، كل، every day مثلا، كل يوم، every week، كل أسبوع، every month، كل شهر، إلى آخره. هذني إذا شفتهم بالجملة أقول الجملة شنو؟ مضارع بسيط. أستاذ أنت باليونت الأول إيش قلت لنا؟ قلت لنا بعض المرات أو بعض الأحيان أبو الوزاري أو الأستاذ اللي بالامتحان ما يجيب لي دليل بالجملة. فهنا أنا شلون أعرف إن الجملة مضارع بسيط؟ إن أنا إذا ما جاب لي دليل بالجملة، أنت شلون تعرف الجملة مضارع بسيط؟ سهلة جدا. هسه راح نجي نعرفها. إذا كان الفعل مالتي يحمل أس أو الفعل كان مجرد، أقول الجملة مضارع بسيط. هسه راح نجي نوضحها هذه لما نشرح قاعدة المثبت من المضارع البسيط. هسه هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث روتينية ومتكررة أو حقائق علمية، هذن الدلائل مالتي. بقى الآن لازم أعرف شلون أكون جملة المضارع البسيط، شنو القاعدة اللي أمشي عليها. إحنا عرفنا أن كل زمن فيه ثلاث قواعد، مثبت ونفي واستفهام. الآن لازم نفصل قاعدة المثبت، نفصل قاعدة المنفي، ونفصل قاعدة الاستفهام. مو مثل المضارع المستمر، المضارع المستمر أخليهم ثلاثة قدامي وأقول هذه مثبتة ومنفية واستفهامية وعلى أساسها بالضبط. لكن الموضوع المضارع البسيط شوية مختلف. الآن نجي نتعرف على قاعدة شنو؟ المثبت مالت من؟ مالت المضارع البسيط. شو تقول؟ تقول عبارة عن فاعل زائدا، انتبهوا يا طلاب، فاعل زائدا إما فعل يحمل أس أو فعل مجرد زائدا التكملة. أوقف أستاذ، أولا شنو هذه الأس؟ ثانيا إيش وقت أخلي الفعل يحمل أس وإيش وقت أخلي الفعل مجرد؟ هسه انتبهوا يا طلاب، مبدئيا أنا الفاعل مالتي شنو هو؟ إذا كان الفاعل مالتي، إذا كان الفاعل، هذا الفاعل اللي بدي أحكي عليه بالجملة، هذا الفاعل، إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت، انتبه يا طلاب، هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد نضع فعل يحمل أس. أوقف أستاذ، ما قلت لي شنو هذا الأس؟ هذا الأس ترى مو أس الجمع، انتبهوا يا طلاب، هذا الأس نسميه أس الشخص الثالث. نضع أس الشخص الثالث، أو نضع الفعل الذي يحمل أس الشخص الثالث. هسه عرفنا أنه إذا كان الفاعل مالتي شنو؟ هي أو شي أو إت أو ما يعوض عنه، الفعل لازم إيش يحمل؟ يحمل أس الشخص الثالث. زين إيش وقت أخلي الفعل مجرد؟ إذا كان الحمد نرجع الفاعل، نحن خلصنا إذا كان هي أو شي أو إت. إذا كان الفاعل شنو؟ they أو we أو you أو I، نضع فعل مجرد. شنو يعني مجرد؟ يعني خالي من أي إضافة، ما أخلي بي لا أس لا إي أس لا إي إن جي لا أي شيء. هسا بس أستاذ، بس دني they we you I لا، أو أي اسم جمع. إذا كان الاسم مالتي جمع عندنا لازم الفعل يكون فعل مجرد. أستاذ ما فهمت شلون يعني؟ طلاب ركزوا، يعني أنا قبل شوية قلت لك علي goes to school every day، علي يذهب إلى المدرسة كل يوم. إذا أنا خلني أجي أكتب الجملة أنا متأكد هذا الكلام صحيح، علي goes to school every day. مبدئيا قبل كل شيء الجملة بيا زمن، هذا سؤال موجه لكم، احنا لازم نعرف زمن الجملة. انا عندي دليلين، الدليل الاول انه ايش لقيت؟ لقيت افري. استاذ طه جان قال اذا لقيت افري تقول الجملة بيا زمن مضارع بسيط. اذا انا بيني وبين نفسي عرفت ان هاي الجملة مضارع بسيط. الدليل الثاني الفعل مالتي شبيه بي اس، هذا شو نسميه؟ اس الشخص الثاني. استاذ طه جان قال اذا الفعل مالتي يحمل اس أقول الجملة مضارع بسيط. إذا عندي دليل أن يعني الجملة مضارع بسيط. بس الآن نجي نتأكد من الكلام هذا أو القاعدة اللي أخذناها صحيحة. الفاعل مالتي يعتبر
علي. سؤال موجه لكم علي، إذا تريدون تعوضون عن الضمير من ضمن الضمائر تعوضون عنه بشنو؟ نحن نعرف أنه علي مفرد مذكر، أعوض عنه بالضمير هي، إذن أنا أعتبره شنو؟ هي، أقدر أعتبره هي وأقدر أعتبره علي. ما يصير أقول علي هي، أشوف بعض الطلاب يكتبون علي هي، ما يصير اثنيناتنا أستخدمهن. أما أستخدم علي أو أستخدم أشيل علي أخلي بداله هي، هي تعوضني عن علي. إذن الفاعل مالتي هي أو أي اسم مفرد، نصير علي همنا يعتبر مفرد وهمنا يعتبر هي. نضع فعل يحمل أس الشخص الثالث. شوفوا أنا الفعل اللي أعرفه شنو هو؟ الفعل اللي أعرفه هو go، لكن ضفت له أس الشخص الثالث. ليش؟ لأن الفاعل مالتي مفرد. بقول علي goes to school every day، علي يذهب إلى المدرسة كل يوم، حدث روتيني ومتكرر، كل يوم يعلاوي يروح المدرسة. أصبحت الجملة أو عبرت عن الجملة باستخدام المضارع البسيط. هسه الآن أنا لازم أعرف شلون يجيني بالامتحان وشلون أتعامل ويا الجملة. طلاب هنا نركز وياي جدا جدا مهم الملاحظة اللي راح أذكرها أو المثال اللي راح أذكره. مثلا إيش قال لي؟ قال لي سهام cook dinner every night. شو يقول لي بين قوسين؟ ما يحتاج أكمل الجملة أو خلك أكملكم يعني أنا. شو يقول لي بين قوسين؟ يقول لي correct، 100 مرة أخذنا معنا كلمة correct. شنو يعني correct؟ يعني صح. قلت لكم سابقا بالدروس السابقة أنه إذا قال لي correct شنو يعني؟ معناها الجملة كلها صحيحة، فقط صحح للفعل اللي بداخل الأقواس. يلا تقدرون تصححون الفعل؟ أولا لازم تعرفون زمن الجملة. زمن الجملة يا زمن استاذ لقيت إبري، سهلة، بس لقيت إبري أقول الجملة يا زمن، مضارع بسيط. هذه ملاحظة عبرناها، ما أقول مضارع مستمر ولا أقول ماضي مستمر ولا أقول أي زمن آخر، مجرد شفت إبري قلت إن الجملة مضارع بسيط. هسا أنا حافظ قاعدة المضارع البسيط، شو تقول؟ حاول إنه ما تباوع على السطورة وما تباوع على الدفتر اللي تكتب فيه ملاحظات. عبارة عن فاعل، فعل يحمل أس أو فعل مجرد زائد للتكملة. نجي نطبق، من هو الفاعل مالتي؟ سهى، هذه سهى أنزلها، زائدا سهى أخلي لها فعل يحمل أس لو فعل مجرد. سال هذه تعتبر شيء، سهى أعوض عنها بالضمير شيء أولا، ثانيا تعتبر اسم مفرد. إذا ثبت أنه هذه سهى مفرد، إذا كانت مفرد أخلي لها شنو؟ نضع فعل يحمل أس الشخص الثالث. إذا الكوك لازم إيش أخلي لها؟ أخلي لها أس الشخص الثالث زائد شنو؟ التكملة. أنا ما أغير بالتكملة، دائما أنا قلت لكم سابقا أنت تغييرك فقط للفعل. لما يقول لك الرد صحح الفعل اللي بداخل الأقواس، باقي الجملة ما لك علاقة بي، لا تتغير بي. مثال آخر، أنا أنت أبوني طلاب، مثال آخر قال لي على سبيل المثال منى and علي clean the cage every Monday على سبيل المثال. وهم أنا قلت بين قوسين شنو؟ correct. أولا الجملة بها زمن، أعيد وأكرر أسألك نفس السؤال، الجملة بها زمن استاذ لقينا إبري، سهلة. بما أن لقيت إبري يعني الجملة بها زمن، مضارع بسيط. أجل مضارع بسيط يا قاعدة من قواعد المضارع البسيط، نحن تعودنا سابقا إذا قال لي أريد نيجاتيف أو نوت أطبق القاعدة المنفية بعد ما أخذيها، أو الكوستين وعلامة السؤال أطبق القاعدة الاستفهامية. أنا ما لقيت ذني كلهم، راح أطبق القاعدة المثبتة اللي شرحناها قبل دقائق. أول الفاعل، هنا ننتبهوا لطلاب جدا، الفاعل مالتي من هو؟ الفاعل واحد من الطلاب يرفع يده يقول أستاذ منى هي الفاعل، واحد ثاني من الطلاب يقول علي هو الفاعل. طلاب أنا لما يصير عندي اثنين فواعل يعني علي منى أند علي، صار عندي يعني الفاعل بس منى؟ لا، بس علي؟ لا، الفاعل منى وعلي هم اللي ينظفون الكيج، هم اللي ينظفون القفص كل 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 يوم اثنين. اذا هنا الفاعل مالتي واحد اثنين، ايش قد صاروا جمع؟ يعني مو واحد يجي يقول استاذ والله انا لقيت منى اعوض عنها بالضمير شيء فبالتالي اخذ الفعل اسم الشخص الثاني، او واحد ثاني يقول لي لا انا لقيت علي فعلي يعتبر هي فبالتالي اعوض عنها او اخلي الفعل اسم الشخص الثالث. طلاب ركزوا وياي، الفاعل هنا كله منى وعلي اثنيناتهم يعتبرون شنو؟ فاعل. منى اند علي اعوض عنهم بيا ضمير، اعوض عنهم بالضمير ذي. شنو معنى ذي؟ هم من هم؟
مناوعة. أولاً أقدر أعوض عن الضمير لي، ثانياً أقطق دليل ثاني، مناوعة لي يعتبرون جمع، فبالتالي إذا كان الفاعل مالتي جمع فالفعل لازم ايش يكون؟ يكون فعل مجرد خالي من أي إضافة. يعني هسه شلون نتعامل ويا الجملة؟ ركزوا يا طلاب، هسه أولاً القاعدة شو تقول؟ احنا نمشي على القاعدة. القاعدة تقول فاعل أو مجرد زاد التكملة. الفاعل مناء علي، هذه مناء آن علي، اشرح أخليهم فعل يحمل أسنى فعل مجرد. استوي قلت لكم إذا كان جمع شنو راح أخلي فعل؟ راح أخلي له فعل مجرد. فهنا نفسيتين الكلين ينزل كما هو لأنه من دنيا مجرد. clean the cage every Monday. استاذ لعبته وقلت لي صحح الفعل، شو ما صححته؟ نفسي نزلته كما هو. طلاب من الممكن انه بالامتحان الوزاري او بالامتحان الشهري يجيب لك فعل مجرد على سبيل المثال ويطلب من عندك تصحيحه، وهو التصحيح ما ينزل كما هو مجرد. واغلب الطلاب وقعوا هذا الخطا لما يشوفون نفسهم ينزلون الفعل مثل ما هو، يحسون بينهم وبين نفسهم انهم غلطانين. معقوله يعني جاب لي جمله يقول لي صحح الفعل وانا نزل الفعل نفسي بدون تصحيح؟ شنو المشكله؟ من الممكن ان انا ينزل الفعل كما هو اذا انت ماشي على القاعده صح وما غلطان. هسه الان عرفنا القاعده المثبته، عندي ملاحظتين قبل ما انتقل للقاعده المنفيه. شنو هاي الملاحظتين؟ احنا سابقا ماخذين الفعل هاف، ركزوا يا طلاب الان، الفعل هاف هذا شبيه الهاف. هذا الفعل هاف لما اريد اضيف له اس الشخص الثالث ما يصير اقول هابس، يعني مو هذا هو ها اخلي له اس الشخص الثالث يصير هابس، هذا الشيء خطا. لعاد استاذ شلون احوله؟ هذا الفعل هاف اذا اريد احوله او اريد اضيف له اس الشخص الثالث راح يتحول الى هاز، وهذه المعلومه ما فيها من المرحله الابتدائيه. اذا تذكرون قطعه مستر هادي يقول مستر هادي هاز بريكفاست ات 6 o'clock، السيد هادي يحظى بوجبه الافطار في الساعه السادسه. اذا مستر هادي مفرد اخذ الفعل هاف لازم اخلي له اس الشخص الثالث، صار هاز. يعني على سبيل المثال جاب لي بالامتحان ايش قال لي؟ قال لي على سبيل المثال طه هاف breakfast early every day. مهم انا قال لي correct صح. اجي اولا الجمله بها زمن، هذا السؤال موجه لكم. استاذ لقينا every day الجمله مضارع بسيط، اذا لقينا every ومضارع بسيط شو تقول قاعده المضارع البسيط؟ حاولوا لا ترجعون على الفيديو او لا تطبعون على القاعده، حاولوا تحفظوها. شو تقول القاعده؟ فاعل فعل يحمل اس او فعل مجرد زاد التكمله. من هو الفاعل؟ طه. هذا طه ينزل. طه ايش يعتبر؟ اولا يعتبر مفرد، ثانيا اقدر اعوض عنه بالضمير هي. زين طه مفرد او هي ياخذ اس الشخص الثالث، فالهاب دخلي له اس الشخص الثالث، لا تهرمون بالخطا وتقولون هابس، لازم شو تصير؟ تصير هاز. طه هاز بريكفاست ايرلي افري داي، طه يحظى بوجبه الافطار مبكرا او باكرا كل يوم. خلصنا هذه ملاحظه الهاب. اكو ملاحظه ثانيه هذه جدا 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 مهمه طلاب، ركزوا لي عليها. الملاحظه الثانيه شو يقول او شو تقول؟ تقول اذا صادف الفعل شنو يا فعل؟ بي في جمله المضارع البسيط شو يسوي لها؟ يتحول الى، انتبه لي طلاب، از او ار او ام وحسب الفاعل. اوغا اولا الفعل بي حاله حال باقي الافعال، يعني هسه شوفوا طلاب، هنا انا جاب لي الفعل ها وقال لي صحح لي اياه، هنا انا جاب لي كلين وصحح لي اياه، قال لي هنا كوك وصحح لي اياه، وهنا انا جو وصحح لي اياه. هنا الفعل بي شنو مشكلته؟ هذا الفعل بي ما اقدر انزله بجمله المضارع البسيط مثل ما هو مجرد، ولا اقدر اضيف له اس الشخص الثالث. استاذ لعش اسوي له؟ هذا يتحول الى از او ار او ام. يعني على سبيل المثال ايش جاب لي من الامتحان؟ على سبيل المثال قال لي I be tall. هذه الملاحظة ما تفيدنا بالمضارع البسيط حاليا، راح تفيدنا إن شاء الله باليونت الثالث مع F الشرطية. F الشرطية يجي وياها زمن مضارع بسيط، فغالبا
تجي به امثله. انا اذا انطى مثال، هذا المثال مجرد للتوضيح لا اكثر. مثلا قال لي اي بي تو، وش قال لي بين قوسين؟ قال لي present simple، مضارع بسيط. يلا اولا الجمله بها زمن، هو ده يقول لي بصريح العباره، ده يقول لي انا هاي الجمله اذا تطبق لي عليها قاعده المضارع البسيط. هسه انت دير بالك توقع هذا الخطا، اذا ترجع على القواعد شو تقول القواعد؟ فاعل اللي هو الاي زاد اما اس او مجرد، احنا متعودين ان الاي ياخذ فعل مجرد، فبالتالي بعض الطلاب او اغلب الطلاب ايش راح يسوي؟ يقول اي بي نزلها كما هي ويكمل الجمله. الملاحظه يتناساها او ينساها، انتبه لي طلاب، البي هذا البي بس اشوفها بجمله المضارع البسيط، مبدئيا لا اقدر اخليه انس مجرد ولا اقدر اضيف له اس الشخص الثاني. لا شو اسوي؟ احوله الى اس او ام وام، فانزل الان الاي تاخذ اس لو ام لو ام حسب اللي اخذناه بدون اس الاول بالمضارع المستمر. استاذ الاي تاخذ ام، فاقول اي ام تول، انا طويل. اصبحت الجمله مضارع بسيط، لكن هاي الجمله نسميها جمله اسميه ما بها فعل رئيسي، فهنا الان هي فعل الكينونه وهي الفعل الرئيسي بالجمله. هسه البي اذا صادفت جمله المضارع البسيط ناخذ مثال ثاني خاطنا واضحه. على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي سهى بي اولويز هابي. يعني هم انا قال لي بين قوسين كوركت. شنو يعني كوركت؟ يعني صحح. اولا انت كطالب لازم تعرف ان الجمله بها زمن. استاذ طاوعت على الجمله لقيت شنو؟ لقيت اولويز، هذه الاولويز دليل الجمله بها زمن مضارع بسيط. رجوع على الملاحظات او على الدلائل، هذه اول دليل اللي هي الاولويز. اذا لقيت اولويز بجمله اقول الجمله مضارع بسيط، بس بيني وبين نفسي قلت هاي الجمله مضارع بسيط. مضارع بسيط بها قاعده مثبته منفيه استفهاميه. ركزوا وياي، بما انه ما لقيت لا نقطه لا علامه استفهام لا كوستن لا نيجاتيف لا نوت، اذا هذه قاعده مثبته. اجي اطبق القاعده المثبته، تقول فاعل، هذا الفاعل سهى. بس الطالب ما مركز وياي ايش راح يسوي؟ يقول نزلت الفاعل زادا اما فعل يحمل اس او فعل مجرد، سهى تعتبر شيء فانزل فعل يحمل اس واخلي له اس. هذا شيء خاطئ، ما انتبهتوا على الملاحظه. لازم تنتبه انه البي لما تجيني بجمله المضارع البسيط احولها الى اس او ار او ام. سهى تعتبر شيء، الشيء تاخذ اس لو ار لو ام حسب المضارع المستمر اللي اخذناه باليونت الاول. سهى تاخذ اس او الشيء تاخذ اس، فاقول سهى از اولويز هابي، سهى دائما سعيده. اصبحت جمله بالمضارع البسيط، لكن قلنا فعل الفعل الرئيسي هنا هو الفعل الكينونه از. شوف هنا البيش حولتها، حولتها الى از. هذه الملاحظه اغلب الطلاب ما ينتبهوا لها، ركزوا عليها، انه لما نجيب للفعل بي، صراحه نشوف انه بالامثله الوزاريه جايب لي اياها هاي الصيغه، انه لما نجيب للفعل بي بجمله المضارع البسيط يتحول هذا البي اما از او ار او ان، وحسب الفاعل. الفاعل هي او شي او ات اخلي از، ذي او وي او يو اخلي ار، والاي تاخذ ان. هذا كل ما يخص موضوع المضارع البسيط بالقاعده المثبته. الان ننتقل للقاعده المنفيه، شلون ننفي المضارع البسيط، شلون نحوله الى استفهام حسب الملاحظات او حسب القواعد. قبل ما تنتقلون تاكد انه انت افتهمتوا. اول شيء انا اريد منكم تحفظون هاي القاعده، قاعده المثبته، لان ما تقدرون تفهمون القاعده المنفيه لحد ما تفهمون القاعده المثبته، ومن ثم ما تقدرون تفهمون القاعده الاستفهاميه الا المنفيه. ما تقدرون تفهمون اللي راح نقوله عن البي بالامثله الوزاريه الا ان تفهمون الملاحظه، وهكذا. فحاولوا توقفون الفيديو، تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها، تضبطون القاعده المثبته، يلا تنتقلون القاعده المنفيه. خليكم ويانا الان مع القاعده المنفيه لزمن المضارع البسيط. انتم سابقا ما فيهم شلون تنفون الجمله. اذا عندي فعل مساعد از ار ام انفيها اخلي له نوت، لكن اذا ما عندي فعل مساعد اجيب من جيبي دو او داز او ذي. يعني اذا تتذكرون باليونت الاول بموضوع وصف الاماكن، بموضوع الاتحاز او باداه الاتحاز، لما اردت في الجمله اذا تتذكرون او تريدون ترجعون للملاحظات شو تقول؟ نقول نضع دو او داز بعد الات، ومن ثم الهاز يرجع هاز. تقريبا نفس الفكره. ان انا لما اردن في الجمله ايش اقول؟ اقول عند النفي، لما اريد انفي الجمله اعيد واكرر. شنو قاعده النفي؟ شو نسميها؟ نسميها نيجاتيف. يقول لي بين قوسين بالامتحان نيجاتيف، او بعض الاحيان يقول لي نوت، يلمح لي تلميح بسيط يقول لك يابا اريدك تطبق القاعده المنفيه.
عند النفي شو نسوي؟ نضع، ركز وياي يا طلاب على الملاحظة شلون أصيغها. أقول نضع أما does أو do بعد الفاعل. ركز وياي قبل شوية القاعدة شو تقول؟ تقول فاعل، أعيد هاي قاعدة المثبت أعيدها، زائدا أما فعل يحمل أس أو فعل مجرد زائدا شنو؟ زائدا التكملة. هسه بالنفي شو راح أسوي؟ نضع does أو do بعد الفاعل، يعني هذا فاعل، شو أخلي وراء؟ إما does أو do زائد، نرجع نكمل الملاحظة، نضع does أو do بعد الفاعل ثم not does not أو do not. إذا أردت أختصر does not والdo not شو يصير؟ doesn't أو don't. فنضع does not أو do not بعد الفاعل ثم not، ثم نرجع الفعل إلى أصله. شنو يعني أستاذ نرجع الفعل إلى أصله؟ هنا أنا عن الفعل ما تشبيه بأس الشخص الثالث، إذا بأس الشخص الثالث تنحذر، نرجع لأصله، نرجع مجرد، بالله المجرد ينزل مجرد كما هو، لكن إذا كان بأس هذا الأس ينحذر. فخلي نرجع نكمل، نقول نضع does أو do زائد النوت زائد شنو؟ هذا النوت زائدا فعل شبيه، الفعل كله بكل الأحوال راح يصير شنو؟ فعل مجرد خالي من أي إضافة زائدا التكملة. هذه القاعدة شو نسميها؟ قاعدة النيجاتيف. زين سؤال أستاذ، ما وضحت لنا شو وقت نخلي الدز وش وقت نخلي الدو؟ بنفس الطريقة، إذا كان الفاعل مالتي هي أو شي أو إت أو مفرد شو راح أخلي؟ راح أخلي دز. إذا كان الفاعل مالتي ذي أو وي أو يو أو آي أو جميع شو أخلي؟ أخلي دو بنفس الطريقة. وهم يعني لازم نرجع الفعل إلى أصله. سؤال موجه لكم، لنفترض إنه الفعل مالتي هاز، إذا أرد أرجع الأصل شو يصير؟ قبل شوية نرجع للملاحظة خاف ناسيها، أنا الهاز إذا أضفت له أس يصير هاز. زين إذا أرد أحذف الأس شو راح يرجع؟ راح يرجع ها. فهنا هاي الملاحظة هم لازم شنو؟ لازم أنتوا حافظيها. نرجع نكمل هنا أنا كمثال شلون يجينا بالامتحان السابق، شلون أجاوب عنه؟ ركزوا لي كلش على هذه الأمثلة اللي راح نكتبها. على سبيل المثال ايش قال؟ قال لي سامر visits his uncle every week. على سبيل المثال ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي نيجاتيف. أعيد وأكرر خطوة بخطوة الجملة بيا زمن. هذا سؤال موجه لكم بينك وبين نفسك، شوف الجملة بيا زمن. استاذ لقيت ايفن، ايفري دليل يا زمن مضارع بسيط. اعطيكم دليل ثاني، لنفترض انه ما لقيت ايفري، ابو الامتحان او ابو الوزاري ما جاب لي ايفري ويك، بس قال لي سامر فيزيت هيز انكل. شلون تعرف زمن الجمله؟ استاذ لقيت الفعل بياس الشخص الثالث، وانت قلت لنا قبل شويه اذا كان الفعل يحمل اس او كان مجرد فان الجمله بيا زمن مضارع بسيط. نرجع نكمل، اذا هذه عرفت ان الجمله بيني وبين نفسي قلت هذه مضارع بسيط. زين يا قاعدة من قواعد المضارع البسيطة تطبق، مثبتة منفية استفهامية. استاذ سهلة، لقيت نيجاتيف، بما أن لقيت نيجاتيف تطبق القاعدة المنفية. انتبه، عند النفي نضع does أو do بعد الفاعل ثم نوت ثم نرجع الفعل إلى أصله. هذا سامر هو الفاعل، أنزل سامر زائد سامر يأخذ does أو do، سامر يعتبر هي إيش تأخذ؟ تأخذ does. فأقول does زائد مش أخلي لها سامر does مش أخلي لها not does not زائد فعل مجرد خالي من أي إضافة. الفعل إذا أنا بي أس لازم مش أسوي له، أحذف الأس أرجع لأصلا does not visit his uncle every week. هنا أنا بالجملة الأولى قال لي سامر يزور عمه كل أسبوع، بالجملة الثانية قال لي سامر لا يزور عمه كل أسبوع لفعل الجملة. مثال آخر طلاب ركزوا على الأمثلة لأن هي هاي اللي تجيكم أو هاي الصيغة اللي تجيكم بالامتحان. إيش قال لي؟ قال لي على سبيل المثال she not get up early every morning.
قال لي كركت صحح الجملة. سؤال موجه لكم، خطوتين عندكم. جملة بيا زمن ساد مضارع بسيط. شلون عرفت مضارع بسيط؟ لقيت إيفري. هذا إيفري دليل على أن جملة مضارع بسيط. يا قاعدة من قواعد المضارع البسيط، القاعدة المنفية. شلون عرفت؟ لقيت نوت. لا لقيت نيجاتيف. أعيد وأكرر. لا لقيت نيجاتيف أو نوت. أطبق القاعدة المنفية. شو تقول القاعدة المنفية؟ بكيفكم، تريدون تتبعون الملاحظات أو تتبعون القاعدة؟ بالملاحظات أنت بينك وبين نفسك تقول الملاحظة حافظها، تقول نضع داس أو دو ومن ثم نوت ومن ثم نجرد الفعل. وإذا حافظ القاعدة فعبارة عن فاعل من الفاعل شي شي تاخذ داس نو دو. أنا حافظ إن شي تاخذ داس، هذا شي داس، شو خليها؟ خلينا نوت. شي داس نوت ومن ثم الفعل مجرد. الجيت أب هو مجرد أصلا من طنيا جيت أب إيرلي تكملة every morning. She does not get up early in the every morning. هي لا تصحى باكرا كل يوم أو كل صباح. أصبحت الجملة منفية. هذا ما يخص القاعدة المنفية. الآن ننتقل للقاعدة الاستفهامية. طلاب أعيد وأكرر، خلنا نأخذ مثال أخير على الهاب على سبيل المثال. أنا متخاف يكون ما واضح عندكم مثال الهاب. على سبيل المثال علي has breakfast early. إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. أولاً الجملة بيها زمن. أوقف استان. هاي الجملة ما بيها أي دليل. ما عندي دليل إن الجملة يعني أقصد من الدلائل اللي هي every, usually, sometimes, اللي always. ما لقيت ولا دليل. عادي للدوخ. روح شوف الفعل. هذا الفاعل. هذا الفعل. الفعل إيش بيه؟ استاذ طه إيش قال؟ قال الهاب فعل مجرد. إذا أرد أضيف له أس شي يصير؟ يصير هاز. يعني الهاز هو عبارة عن فعل يحمل أس. بما أنه فعل، الفعل مالتي فعل يحمل أس، إذا الجملة بيا زمن مضارع بسيط. شو تقول قاعدة المضارع البسيط؟ شو يريد مني طبعا؟ يريد القاعدة المنفية. شو تقول قاعدة المضارع البسيط المنفية؟ تقول تنزل الفاعل، فاعل داز أو دو زاد النوت. الفاعل من مالتي علي، شاخذ داز زاد النوت ورجع الفعل هاز. رجعوني يا الأصل، شو يصير؟ مو فقط تحذفون الأس وعبالكم انتهى الموضوع مثل ما باقي الأفعال. شوف هنا أنا بس أحذف الأس انتهت. هنا أنا هو أصلاً طانية مجارة سهلة، لكن الهاز قاعدة خاصة أو ملاحظة خاصة. لما أرد أرجع الأصل، شنو أصلاً؟ أصلها هاز. فأقول علي does not have breakfast early. علي لا يحظى بوجبة الإفطار صباحا أو باكرا. أصبحت الجملة منفية بقاعدة الهاز أو ملاحظة الهاز. هذه الملاحظة دائما نركز عليها لأن الوزير يركز عليها. الآن ننتقل للقاعدة الاستفهامية. طبعا أغلبكم هسه حاليا يعرف شلون يسوي الجملة الاستفهامية لأنه ما أو تعود باليونت الأول شلون يحول القاعدة إلى أو الجملة إلى جملة استفهامية. هسه أترك لكم مجال، حاولوا تشوفوا الفيديو وتتخيل شلون راح تسوي الجملة الاستفهامية. شو تسوي؟ سابقا باليونت الأول إيش قلنا؟ عند الاستفهام دائما عند الاستفهام لما نرد أسوي الجملة الاستفهامية شلون أعرفها استفهامية؟ أعيد وأكرر كلمة question. question يعني سؤال، أو بعض الأحيان مجرد تنطيني شنو علامة استفهام كدليل على أني أريد أني أحول الجملة إلى استفهامية. عند الاستفهام شو سوي؟ نضع، ركزوا وياي، إما شنو؟ does أو do. بس هالمرة وين نخلي does والdo؟ نضع does والdo في بداية الجملة قبل الفاعل. نضع does أو do قبل الفاعل ونرجع الفعل إلى أصله، ونرجع الفعل نفس الطريقة بمجرد أن تجينا does إلى سيشرد ونرجع الفعل إلى أصله. ما أفتهم السالفة شلون يعني. هسا أترك لكم المجال إنه أنتوا تسوون القاعدة. نعيد قاعدة مثبتة، يلا حفظتوها. شو تقول؟ تقول فاعل زائدا إما فعل يحمل أس أو فعل مجرد زائدا شنو؟ التكملة. هذه قاعدة، قاعدة مثبتة. قاعدة منفية شو تقول؟ تقول فاعل زائدا إما does أو do زائدا not زائدا فعل مجرد والتكملة. الاستفهام الملاحظة شو تقول؟ تقول الاستفهام، عند الاستفهام
نضع does أو do قبل الفاعل. هذا does أو do شنو خلنا قبل الفاعل؟ إذا نقول أما does أو do، شوف الدي صارت كابيتال لأن شنو صارت بداية الجملة، زائدا فاعل زائدا، انتبهوا وياي does فاعل والاس تشرد يرجع الفعل، نرجع الفعل إلى أصل، زائدا فعل مجرد خالي من أي إضافة وتكملة وعلامة استفهام. أستاذ ما افتهمت شلون يعني؟ يعني جاب لك على سبيل المثال بالامتحان جملة جلال، قال she visits her relatives، هاي نهاية الجملة، نفترض ان ما انطاني دليل، ايش قال لي؟ قال لي كوستشن. طبعا انا دا احل او دا استخدم الطريقة الاصعب على مود اعلمك عن الطريقة الاصعب على مود بالامتحان، اذا جاب لك دليل هو خيرا على خير خوف، اذا جاب لك دليل، لكن اذا ما جاب لك دليل لازم انت تعرف، شلون تعرف زمن الجملة بدون دليل؟ هسه اولا الجملة يا زمن استاذ ما عندي دليل، ما عندك دليل، وين تروح؟ على الفعل، الفعل ايش بيه؟ بياس، بما ان الفعل يحمل اس، اذا الجملة يا زمن مضارع بسيط، مضارع بسيط يشيرك نطبق يا قاعدة القاعدة الاستفهامية. شو تقول القاعدة الاستفهامية هاي اللي راح أطبقها؟ إما does أو do. سؤال موجه لكم، شو وقت أخلي does وشو وقت أخلي do؟ باوع الفاعل شنو؟ شيء. قبل شوية إيش قلنا بالنفي؟ الشيء تأخذ does أو do؟ تأخذ does. إذن أول شيء إيش أخلي؟ أخلي does، ومن ثم الفاعل، من هي الفاعل؟ شيء، ومن ثم فعل مجرد خالي من أي إضافة بأس أو أخر، تقول does she visit، زاد التكملة، شنو التكملة؟ الفعل مجرد نزلته والتكملة تنزل كما هي، her relatives، ولا تنسون علامة الاستفهام، هل تقوم أو هل هي تزور أقاربها؟ أصبحت الجملة استفهامية. نأخذ مثال ثاني ونعبر على الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة اللي جتني على كل من تأسس المنهج لحد الآن، يعني من تأسس المنهج في 2017 لحد الآن هذا الموضوع ثابت حسب المنهج القديم والمنهج الجديد، لذلك نفس الأمثلة اللي أخذناها هسه حاليا أو اللي جت بالسنوات السابقة من الممكن نجيب إياها بالامتحان الوزاري. على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي they go fishing every Friday. إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. أعيد، يلا نجي نطبق القاعدة الاستفهامية. شو تقول القاعدة الاستفهامية؟ طبعاً أوقف الجملة يا زمن، استاذ مضارع بسيط، شلون عرفت؟ every، نفترض إنه ما جاب لك every Friday، أنت حاول نفسك على الطريقة الصعبة، ما جاب لك every Friday، شلون تعرف إن الجملة مضارع بسيط؟ سهلة، الفعل إيش بيه؟ الفعل مجرد، هنا بنعرف إنه فاعل زائد الفعل، دائماً يجي ورا الفاعل الفعل، استاذ مو هنا لقيت ing. طلاب خاف عبالكم ان انا هاي الجمله مثلا مضارع مستمر، رجعوا لقاعده المضارع المستمر باليونت الاول، شلون اقول ان الجمله مضارع مستمر؟ شرطين عندي، اما طبعا الدلائل اللي نفترض ان ما لقيت دلائل، شلون اعرفها؟ من خلال الفعل، اذا لقيت از واي ان جي او ار واي ان جي او ام واي ان جي، يعني لو از لو ار لو ام يلا اي ان جي على مود اقول الجمله مضارع مستمر، انا لقيت فقط اي ان جي، هذا الفعل مالتي اصلا هذا ما نسميه فعل، هذا نسميه من الهوايات اللي اخذناها بالدروس السابقه، هذا يعتبر جر نسميه جر، شنو هو؟ عباره عن فعل يضاف له اي ان جي فيصبح اسم، يعني فيشنج اللي معناها الصيد هذه اسم وليس فعل. انا شو اللي بهدوخ كلهم؟ عندي فاعل ورا الفاعل دائما يجي الفعل، الفعل ايش بيه؟ فعل مجرد، اذا فعل يحمل اس او فعل مجرد اقول جمله مضارع بسيط، قاعده قاعده استفهاميه. شو تقول؟ داز او دو او قال اذا ايش تاخذ داز او دو استاذ هذه جمع تاخذ دو اخلي دو ومن ثم الفاعل شنو الفاعل ذي ومن ثم شنو فعل مجرد هو اصلا اللي جو فعل مجرد جو ومن ثم التكمله تنزل كما هي فيشينج افري فرايداي ولا تنسون بالاخير علامه الاستفهام دو ذي جو فيشينج افري فرايداي هل يذهبون للصيد كل جمعه الان اخذنا القاعده المثبته والمنفيه والاستفهاميه عرفنا شو وقت نخلي الداس شو وقت نخلي الدو شو وقت نخلي ابو الاس شو وقت نخلي المجرد شلون نحول المثبت الى منفي والمثبت الى استفهامي الان ننتقل للصيغ الوزاريه للسنوات السابقه طلاب الان ما اريدك تبدي بالحل او تختبر نفسك الا ان تضبط بين القواعد
أنا متشلو، أنا متحلو وأنت مسيطر. هسه مراجعة سريعة خلي قدام عنا خاف ننسى. فاعل هاي قاعدة مثبتة. زائد أما فعل يحمل أس أو مجرد زائد المتكلم. النفي فاعل زائد أما does أو do زائد not زائد فعل مجرد يرجع لأصله زائد المتكلم. الاستفهام does أو do زائد فاعل زائد فعل مجرد تكملة وعلامة استفهام. هذا اللي يكون التحافظ. ما تقدر تحل إذا ما أنت حافظ من تلك القواعد. وطبعاً أعيد وأكرر هذا الموضوع يستمر وياك منا لحد الكلية. يعني حتى أنت لما تروح كلية غير الإنجليزي على منتشر الإنجليزي هم أن هذا الموضوع يلحقك بالكلية، لأن أكون بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية دائماً كل الاختصاصات كل الكليات بها مادة اللغة الإنجليزية. وأكيد مادة اللغة الإنجليزية من الخامس ابتدائي موضوع المضارع البسيط إلى هناك. هسه بارك وياي. يعني. هدى enjoys playing tennis. هذا بياسر من 2017 دور أول. أول إيش قال لي؟ قال لي نقتل. الجملة بيازمن. طاوعني لقيت دليل. استاذ دورت ما لقيت دليل. سهلة. ما لقيت دليل وين تروح؟ تروح على الفعل. هذه هدى فاعل وراها فعل. الفعل إيش لقيت بي؟ استاذ لقيت بي أس. بما إنه لقيت بي أس هذه الجملة مضارع بسيط انتهينا. أبرنا الخطوة الأولى، حددنا زمن الجملة. الآن بدك شو تحدد؟ عندنا ثلاث قواعد مثبت من في استفهامي. يلا قواعد لقيت نيجاتيف. بما إنه نيجاتيف إذا الجملة بها قاعدة، قاعدة النفي. هذه قاعدة النفي لازم نطبقها. هذه القاعدة كنت أنت بعقلك حافظها، مو أنت كاتبها قدامك. هسه حاليا قدامك بالامتحان ما موجودة قدامك. شو تقول؟ تقول فاعل. شنو الفاعل؟ هدى. هذه هدى نزلناها. زائدة إما داز أو دو. سؤال موجه لك، تاخذ دز لو دوز هدى؟ هدى مفرد تعتبر شيء، تاخذ دز. ارجع الملاحظة تأكد من الكلام. هدى دز ومن ثم هذه هدى نزلناها وانا نخليها دز نوت فعل مجرد اخلي لها نوت. والفعل ابو الاس، الاس لازم تروح ارجعها مجرد. ايش راح تصير؟ انجوي زاد التكمل. ايش بقت؟ بلاينج تنس. أصبحت جملة منفية. هدى تستمتع بلعب التنس. هدى لا تستمتع بلعب التنس. أستاذ أقدر أختصر الدود does not وأسويها doesn't؟ نعم. تريد تختصر، تريد تقول does not أو تريد تقول doesn't. اثنيناتهم صحيحة. الجملة الثانية، مازن visits his uncle every weekend. أوقف هالمرة راح أمي. إيش مسوي لي؟ جايب لي ظرف أو دليل. جايب دليل يا زمن مضارع بسيط. لنفترض ما جاب لي، شلون تعرف ان الجمله مضارع بسيط؟ الفيزيت بي اس. بما انه مضارع بسيط يا قاعده يريد نطبق المنفيه نفسيتها. فاعل زائد دز او دو. من هو الفاعل؟ مازن. شاخذ مازن دز او دو؟ هذا مفرد او اعوض عنه بالضمير هي. ياخذ دز. شاخلي وياه؟ خلي له نوت. ومن ثم الفعل يرجع لاصله فيزيت. ايش راح تصير؟ فيزيت. هدى او مازن دز نوت فيزيت هيز انكل افري ويكند. مازن لا يزور عمه كل أسبوع أو كل عقد نهاية أسبوع. أصبحت الجملة منفية. شوف هالمرة إيش قال لي؟ قال لي بارك الله، قال لي question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. بما أنه قاعدة استفهامية يا زمن استاذ لقيت فعل يحمل أس. بما أنه يحمل أس مضارع بسيط قاعدة استفهامية. هذه القاعدة الاستفهامية does or do زائد الفاعل. من هو الفاعل؟ نادية. نادية تأخذ does or do؟ تأخذ does. أول شيء أخلي does ومن ثم الفاعل نادية. واحد من الطلاب يسألني أستاذ يصير أشيل نادية وأخلي بدال هالشيء؟ جوابك صحيح 100%. يعني تقدر تقول does she أو does نادية. لكن الآن نصيحتي لك، أنت بالامتحان تقيد بالجملة اللي منطيك إياها. أنت جوابك صحيح تقدر تقول does she، جوابك صحيح 100%. لكن الأفضل أنه هو منطيني نادية أنزل نادية مثل ما هي، ما أجيب من كيفي أو أحول من كيفي نادية أحولها إلى شيء. إذا does نادية أو does she زاد شنو؟ الفعل يرجع لأصل does ومن ثم فاعل ومن ثم فعل مجرد. does ومن ثم فاعل والplays أوخر من عنده الأس. play زاد للتكملة. tennis well وبالأخير لا تنسوا شنو؟ علامة الاستفهام. نادية plays tennis well. نادية تلعب التنس بشكل جيد. does نادية plays tennis well؟ هل نادية تلعب التنس بشكل جيد؟ الجملة اللي بعدها، نجاد goes to the malls every weekend. شو من هذا؟ أدي every دليل مضارع بسيط والفعل بيأس. إذا ثبت إنه هاي الجملة مضارع بسيط يا قاعدة بالقاعدة الكوستشن. سؤال نفس الطريقة، شو تقول قاعدة الكوستشن؟ does أو do فاعل فعل مجرد.
من هو الفاعل؟ نجات. نجات تاخذ داس تدو تاخذ داس، ومن ثم الفاعل اللي هو نجات، ومن ثم فعل مجرد القاضي يشرح الصيغ go، ومن ثم تكمله to the mall every weekend. والجملة أو علامة الاستفهام تنسوها. هسه قال لي، قال لي نجات goes to the mall every weekend. نجات تذهب إلى المجمع نهاية كل أسبوع، وقت نهاية كل أسبوع. هل نجات تذهب إلى المجمع نهاية كل أسبوع؟ وهكذا. هل مرة جايب يا على شكل اختيارات، هل مرة صيغة ثانية نفس الفكرة. often أوقات استاذ طه ايش قال؟ خاف ناسي عنه، احنا ما استخدمنا اوفن هواي. رجع على الملاحظات، الدلائل من ضمن الدلائل ذني كلمه اوفن. اذا لقيت اوفن بالجمله قول الجمله بيا زمن مضارع بسيط، يعني هاي الجمله اللي منطيني اياها مو جمله بزمن المضارع بسيط، لقيت فيها اوفن. وش فاعل مالته شنو؟ ذي. هسه ركز وياي، قال لي فيزيت هذا فعل مجرد، فيزيت هذا فعل بي اس، و تتذكرون بالثاني متوسط الول ويانا ويا المستقبل. احنا قلنا هذا مضارع بسيط، اذا هذا مستحيل استخدمه. اذا يقول لي انا هاي الاختيار الثالث، انا منطيك الواو، الواو احنا نعرف فيها المستقبل فما استخدمها. اذا ما عندي مجرد او اس، لان القاعده ما تجي تقول خاف ناسيها، فاعل زائد اس او مجرد، دخلت كان الاختيارين صحيحه. لا، الذي تعتبر، الذي تعتبر جمع، الجمع ياخذ فعل يحمل اس لو فعل مجرد، فعل مجرد. فاقول فيزيت ذي، أو they often visit their grandfather at the weekend. هم عادة ما يزورون grandfather الجد في عطلة نهاية الأسبوع. The mall فراغ swimming pool. نفس الفكرة. عندنا شنو mall؟ أولا having. إحنا اتفقنا سابقا بالمضارع المستمر والماضي المستمر باليونت الأول. إيش قلنا؟ قلنا المضارع المستمر لازم قبل ال ing is أو are أو am، والماضي المستمر لازم قبل ال ing was أو were. طاوعت ما لقيت لا اس ولا عام ولا عام ولا واز ولا وير. اذا مستحيل استخدم هافينج، لان الهافينج يجي لازم قبلها وحده من افعال الكينونه. زين، اما دزنت هاف او هاف. سؤال موجه لكم، احنا شو اتفقنا؟ اذا كان الفاعل مو مفرد، الفعل لازم ايش بيه؟ بي اس الشخص الثالث. الهاف بي اس الشخص الثالث. لا استاذ، انت قلت ان الهاف مجرد، اذا ضيف لاس الشخص الثالث لازم شو يصير؟ يصير هاز، ما اقدر استخدمه، هذا لازم يكون يستخدم ويا الجمع. ايش بقت عندي؟ doesn't have. نتاكد المفرد ياخذ ولا does. المفرد المجمع مفرد والمفرد ياخذ does، اذن ياخذ، اذا الاختيار الامثل هو doesn't have. The mall doesn't have swimming pool. المجمع ليس في حوض سباحه. شيء، شوف هذه الجمله كلش حلوه. 2019 شيء هذا ما يدرس. ايش قال لي؟ قال لي نيجاتيف. الجمله اولا الجمله بها زمن، استاذ ما لقيت فيها دليل، خلي يولي ما عندي، ما عندي مو مشكله. اروح على الفعل، الفعل هاز. استاذ طه ايش قال؟ قال الهاز مجرد، لما ارد اضيف له اسم الشخص الثالث شو اسوي؟ اسوي هاز. شنو معناها؟ معناها الهاز فعل بي اس، اذا الفعل اللي بي اس معناها الجمله بها زمن، مضارع بسيط، بها قاعده، قاعده النفي. شو تقول قاعده النفي؟ ارجعوا على القاعده مال المنفيه، فاعل، فاعل ذا صدو نوت فعل مجرد. من هو الفاعل؟ شي. اشتاخر does not do، تاخر does، شخليها not، ومن ثم الفعل مجرد الهاز، رجعوا ليها مجرد. شو الصير؟ الصير have، ومن ثم التكملة. she does not have an address، هي ليست أو ليس لديها دريس أو فستان لطيف. هذا ما يخص الصيغ الوزارية للسنوات السابقة. هذا لكل الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة عن موضوع المضارع البسيط. الآن ننتقل لصيغ إضافية أو أمثلة إضافية أنا بعطيكم إياها بالمزمة، على متدربون أكثر على موضوع المضارع البسيط. خليكم معنا. يعني الآن شنو اللي أريده من عندكم طلاب؟ الآن حاول ما تباوع على القاعدة وتحاول تحل هذه الأمثلة وياي. أنا أريد من عندك إنك تطلع من هذا الدرس حافظ قاعدة المثبت والمنفي والاستفهامي مع المضارع البسيط، لأن إذا ضبطت الثلاث القواعد الموضوع راح يصير جدا بسيط عليك. هسه حاول أن تطوع القاعدة. علي يوجوضي، إيش لقيت؟ لقيت يوجوضي أحد دلائل المضارع البسيط. شو يريد من عندي؟ يقول لي كوركت، صح، مثبتة، منفية، استفهامية. أستاذ ما لقيت لا علامة سؤال ولا كوستشن، إذن ما أطبق القاعدة الاستفهامية. ما لقيت لا نيجاتيف ولا نوت، إذن ما أطبق القاعدة المنفية، أطبق القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل، شنو هو الفاعل؟ علي، زائد أما فعل يحمل أس أو فعل مجرد. علي مفرد لا جمع؟
مفرد، مفرد ياخذ اس لو مجرد ياخذ اس، فاقول عادي speaks زاد التكملة French in the class. اوقف استاذ وين يوجوالي؟ طلاب احنا ماخذين بالاول متوسط والثاني متوسط، ان اليوجوالي والاولويز والسمتايمز هذول من ظروف التكرار، ويكون موقعها قبل الفعل الرئيسي، هو اصلا خليها قبل الفعل الرئيسي. انا دائما قلت لكم اعيد واكرر ان لما يقول لي correct صح، انت صح فقط الفعل، احنا الشباب ما سوينا شيء، مجرد ضفنا اس للفعل، باقي الجمله ينزل كما هو بنفس مواقعهم بدون اي تغيير. الجمله الثانيه سلمى not sleep early، طبعا هنا لازم شيء يقول لي، يقول لي present simple مضارع بسيط. استاذ ليش انا لازم يقول لي ان هاي الجمله لازم تحلها بالبريزنت سمبل؟ اولا لان ما منطيني دليل، ثانيا الفعل طلب من عندي اني اصححه، فانا ايش معرفني ان انا يا زمن اطبق؟ فهنا اذا جاب لي هاي الطريقه وهاي الصيغه لازم يقول لي لما يحذف الدليل ويحذف الفعل لازم يقول لي ان هاي الجمله اللي تطبق عليها زمن فلاني، هذا يقول بريزنت سمبل مضارع بسيط. يا قاعده منفيه، شو تقول القاعده المنفيه؟ سلمى تاخذ اما داز او دو، اخليها داز لانها مفرد، ومن ثم نوت، ومن ثم الفعل المجرد اسليم انزله كما هو مجرد زاد التكمله اللي هي الان. سلمى داز نوت سليب ايرلي، سلمى لا تنام باكرا، يعني من عاداتها من الروتين اليوم مالتها ان ما تنام مبكرا. رامي درايفز فيري فاست، ايش قال لي؟ قال لي كوستيوم، اولا الجمله بيا زمن، استاذ ما لقى دليل، ما لقى دليل، وين نروح؟ نروح على الفعل. شفت الفعل شبيه بي اس، هذا فاعل ومن ثم فعل، الفعل بي اس، اذا الجمله بيا زمن مضارع بسيط. يا قاعده بالقاعده الاستفهاميه تقول اما داز او دو، رامي ايش ياخذ؟ ياخذ داز، ومن ثم الفاعل اللي هو من هو؟ رامي، داز رامي، والفعل يرجع الاصل درايف، اشرح السياق، درايف زاد التكمله فيري فاست، لا تنسون علامه الاستفهام، داز رامي درايف فيري فاست، هل رامي يقود بي سرعة؟ اللي بعدها لينا كوكس فيش ويل، ايش قال لي بين قوسين؟ نيجاتيف، الجمله بيا زمن مضارع، شلون عرفت؟ الفعل بي اس، يريدنا يا قاعده المنفيه، شو تقول القاعده المنفيه؟ فاعل، من هو الفاعل؟ لينا، لينا ايش تاخذ؟ تاخذ داز، ومن ثم نوت، ومن ثم الفعل اوخر عنه الاس، يبقى فعل مجرد كوك فيش ويل، اصبحت الجمله منفيه، لينا داز نوت كوك فيش ويل، لينا لا تطبخ السمك بشكل جيد، اصبحت الجمله منفيه. هذا ما يخص الامثله الاضافيه اللي موجوده بالمنزله، على مود تدربون على نفسكم اكثر على موضوع المضارع البسيط، على مود تقدرون تحفظون تمرنون نفسكم اكثر على حفظ القاعده المثبته والمنفيه والاستفهاميه مال المضارع البسيط. طلاب هنا اكو موضوع او فقره جدا مهمه انتم ماخذيها سابقا، لكن الان نركز عليها لان دائما تجي بالامتحان الوزاري. شنو هي؟ انتم لاحظتوا انه قبل شويه ساعة أخلي للفعل مثلاً، هنا أنا الفعل شنو؟ بي أس، ساعة أخلي له إي أس مو أس، يعني مثلاً الفعل جو، وين الفعل جو؟ هذا الفعل جو مجرد إذا تضيف له أس، ما أضيف له فقط أس، أضيف له إي أس، ساعة أضيف له أس، ساعة أضيف له إي أس، ساعة أحذف، ساعة أقلب. أكو ملاحظات لإضافة الأس، أنا مو كيف أضيف أس أو إي أس، إيش وقت أضيف أس؟ إيش وقت أضيف إي أس؟ هذه الملاحظات أنا لازم أعرفهن على مود يكون حلي او الفعل اللي يطلب من عندي اني اصححه باملاء صحيح. هنا راح ناخذ ملاحظات اضافه الاس، ساعات نضيف اس، ساعات نضيف اس، لما تنسى بين اس الشخص الثاني. اول ملاحظه شو تقول؟ تقول اذا انتهى الفعل المضارع المفرد، الفعل المضارع من المفرد يعني شنو؟ يعني اللي لازم يحمل اس الشخص الثاني. اذا انتهى ب اس اتش او اس اس او سي اتش او اس او 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 اكس شو نضيف؟ فعند إضافة اس الشخص الثالث نضيف اي اس، مو نضيف فقط اس. شلون يعني؟ يعني مثلا عندي فعل واش انتهى بشنو؟ انتهى باس اتش. اذا انتهى باس اتش ما اقول واش بس اضيف اس، لا هذا خطا، انتهى باس اتش اضيف اي اس فتصير واشز، اثنيناتهم معناها اني اغسل، لكن هذا هنا يحمل اس الشخص الثالث لان الفاعل مالته قد يكون مفرد. مثال اخر واتش، شنو معنى واتش؟ يشاهد. هذا اضيف له اس الشخص الثاني، هذا ما اضيف له فقط اس، اضيف له اي اس، استاذ ليش؟ لان انتهى بسي اتش، اذا انتهى بسي اتش فلازم اضيف له اي اس. مثال اخر على سبيل المثال فعل باس، شنو باس؟ يرمي او يناول، شلون اضيف له؟
إن أنا انتهت double s بما أن انتهت double s لازم أضيف له es وهكذا. إذا الفعل ماضي إذا انتهى أحد هذه الحروف لازم أني أضيف له es مو أضيف له s. مثال الملاحظة الثانية إذا انتهى الفعل المضارع المفرد بحرف y أنت y تعرفوا أغلبكم إذا انتهى y وقبل الواي أحد حروف العلة شنو حروف العلة؟ الأي الآي الأوي الإي اليو فعند إضافة أس الشخص الثالث لا نغير الواي أغلب الطلاب يغيرون الواي يعني على سبيل المثال الفعل play بس انتهى واي وتريد تضيف له أس الشخص الثالث أغلب الطلاب متعودين أو حافظين إنه بس نشوف واي ونريد نضيف لها تقلب الواي إلى أي ونضيف أس هذا الشيء خاطئ شو تقول الملاحظة؟ إذا هذا الواي قبل حرف علة الحرف لأي حرف علة لا يقلب واي وكان قبل الواي أحد حروف العلة اللي هي هذه فعند إضافة أس الشخص الثالث لا نغير الواي وإنما نقوم بإضافة أس فقط يعني ليش يصير؟ ليش؟ مثلا مثال آخر stay يبقى أضيف إلى أس الشخص الثالث واي قبل أي حرف علة فقط أضيف له أس استاذ لعب شو وقت تقلب الواي الى اي ونضيف اس انا شو تقول اذا انتهى الفعل المضارع المفرد بحرف شنو واي ولم يكن قبل الواي حرف الا يعني شنو يعني قبل حرف صحيح فعند اضافه اس الشخص الثاني شو نسوي نغير الواي الواي تتحول الى شنو الى اي ثم نضيف اس مثال على سبيل المثال هذه كلمه ستدي شنو معنى ستدي يدرس اضيف أس الشخص الثاني ما متأكد انتهت بواي لكن هالمرة قبل الواي مو حرف علة وإنما حرف صحيح إذا قبل حرف صحيح تقلب الواي إلى اي ونضيف اس أصبحت الجملة أو أصبح الفعل يحمل أس الشخص الثالث وهكذا مع البقية استاذ هذا شلون تجينا بالامتحان هاي الملاحظات شلون تجينا بالامتحان من الممكن أبو الوزارة تقولك يا سؤال لنا على سبيل المثال قال لي بلاي صارت ليس أغلب الطلاب أبو الوزاري يعرف إنه أغلب الطلاب لما يشوف واي خلى أس إذا يعني شنو ماكم ملاحظة أو ما راح أغير بس راح يجيب لك على سبيل المثال استني وش يقول لك يقول لك مثل ما حنان حولنا أو ضفنا أس الشخص الثالث لهذا الفعل لازم أنت تضيف أس الشخص الثالث فالطلاب شافوا إنه ما تحولت قبل يخلون أس لا إحنا لكم ملاحظة إنه هذا واي قبل علة ما نحول لكن هذا واي قبل صحيح نحول تقلب الواي الى اي ونضيف اس فايش راح يصير راح يصير استديز اصبحت بهذه الطريقه يا سؤال بالسؤال المخصص للاملاء دائما يتكرر بالامتحان الوزاري اما يجيب لي سؤال الاملاء او يفيدني هو بموضوع المضارع البسيط انا ما اقدر اضيف اس الشخص الثالث بطريقه صحيحه اذا ما حافظ الملاحظات لان ممكن ابو الوزاري يحاسبني على الاخطاء الاملائيه بالسؤال القواعد الآن ما راح ننتقل لموضوع الماضي البسيط الماضي البسيط إن شاء الله راح نخليه محاضرة قادمة محاضرة واحد لأن داخل الإمام وهي موضوع المضارع البسيط أولاً يصير الفيديو طويل عليكم ثانياً من الممكن أنه ما تلحقون تحفظون قواعد المضارع البسيط وهنا وظيفون عليها قواعد الماضي البسيط همينا بها مثبت ونفي واستفهام طريقة إضافة الهيبي والأفعال الشاذة فلازم تكون بمحاضرة واحد على مود تقدرون تميزون الزمنين براحتكم وتلحقون تحفظون الملاحظات الخاصة في كل زمن إن شاء الله الدرس القادم يتم شرح موضوع الماضي البسيط ونكمل إن شاء الله بعدها باقي أنشطة الكتاب وناخذ كذلك الوزاريات مالته ونكمل باقي أنشطة الكتاب لأن بعض الأنشطة بعد ما حاليهن المتعلقات باليونت الثاني الدرس الرابع هسه شوفوا هاي إن شاء الله الأمثلة أو الأنشطة اللي راح نحلها بالدرس القادم هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم ما تحفظون هذا الدرس إلا أن تحافظين هذه الملاحظات القواعد إضافة الأس المثبتة المنفية الاستفهامية الدلائل مال المضارع البسيط شلون أحول القاعدة إلى مثبتة أو منفية واستفهامية ضمن الملاحظات ما تحفظون هذا الدرس إلا أن تضبطيها تقدرون تكتبون بالدفتر أو اختصار للوقت تقدرون تطلبون ملزمتي موجودة عبر وكلاء الطابعة بكل محافظات العراق وموجود أسماء هذه المكتبات برابط أسفل الفيديو في الوصف قداما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حساباتي الموجوده في الفيديو في الوصف